الارتفاع الكبير في أعداد الإصابات والوفيات من جراء تفشي السلالة المتحورة من فيروس كورونا دفعت سلطات إقليم كردستان العراق إلى اتخاذ سلسلة إجراءات وقائية عاجلة بغية تطويق الوباء والحد من انتشاره. التدابير شملت قطع الطرق الخارجية بين الإقليم ومحافظات العراق الأخرى 3 أيام في الأسبوع، ومنع دخول الأفواج السياحية وحظر كل المناسبات الخاصة والعامة، وتعليق الدراسة في جميع المراحل، وتقليص أيام العمل في المؤسسات الرسمية، ومنع المقاهي والنوادي والمطاعم من العمل أثناء الليل. أرباب العمل والمتاجر اعتبروا الإجراءات الوقائية بمثابة نقمة عليهم، كونها تحد من مصادر رزقهم قبل أن تحد من انتشار الوباء. لهذه الإجراءات وقع ثقيل جدا على أوضاعنا الاقتصادية والتجارية. ينبغي على السلطات إعادة النظر في هذه الإجراءات أو اتخاذ قرارات بخفض إيجارات المحال التجارية. لا يمكن الحفاظ على الصحة العامة على حساب اقتصاد الإقليم ومصالح الناس. السلطات نشرت مفارز أمنية في أرجاء المدن كافة لفرض ارتداء الكمامات على الجميع، ومعاقبة المخالفين بغرامات مالية فورية تبلغ نحو 20 دولارا، وسط امتعاض شديد من الشباب الذين يصفون القرار بعديم الجدوى. ارتداء الكمامات إجراء ضروري جدا للحد من تفشي الفيروس، فلو حرص الجميع على ارتدائها منذ البداية لما تفشى الوباء بهذه السرعة، لكن تهاون الناس في الالتزام بالتدابير الوقائية دفع بالسلطات الصحية إلى تشديد إجراءاتها على هذا النحو. ومع ذلك أعتقد أن على السلطات أن تراعي الأوضاع المعيشية المتردية لسكان الإقليم. السلطات خولت وزارة الأوقاف اتخاذ ما تراه مناسبا من قرارات فيما يتعلق بإقامة الصلوات والمناسك الدينية في المساجد ودور العبادة، مع تجديد الرقابة الصحية على مؤسسات القطاع الخاص وفرض غرامات مالية كبيرة على موظفيها المخالفين لإجراءات الوقاية الصحية. السلطات الصحية تؤكد بأن الإجراءات الاحترازية خطوة مهمة للوقاية والحد من تفشي فيروس كورونا، لكن أصحاب المصالح التجارية يعتبرونها أمراً سيفاقم من أزمتهم الاقتصادية، مطالبين السلطات بآليات تخفف من تداعيات هذه الأزمة. هو عزيز، سكاي نيوز عربية، أربيل.